الحافظ خليل إسماعيل كان رجلا ملتزما، رأيته خادما مخلصا لكتاب الله تعالى. الله سبحان الله وهب صوت قليل نادر، كان يتقن القراءة من ناحية مخارج الحروف ومن ناحية الأنغام. كل ما يعني أقول عن الحافظ خليل إسماعيل يبقى في الحقيقة أقل من الواجب أو أقل مما يستحق هذا الرجل. كان عادته صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر أصحابه بحسن تلاوة القرآن فيقرأ لهم ويقرئهم بحضوره. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. القراءة المصرية فرحة يا سبحان الله، ولهذا رغبت القراءة المصرية من الأقطار العربية كلها. الشجن أهم صفة من صفات التلاوة العراقية. السبب شنو؟ لأن هي التلاوة العراقية على إيش مبنية؟ مبنية على النغم العراقي. المقام العراقي حزين، ماكو مقام فرح أبد. طغت المشاكل والحروب على نفسية المواطن العراقي سواء من إنسان عامي أو إنسان مثقف، وبالتالي الأنغام العراقية التي تغنى والتي يقرأ بها القرآن الكريم جاءت من هذا الواقع. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الراست يقروه كل الدول، ولكن بالعراق يطلعون منه قطع، يعني قطعة مدني، قطعة خليلي، قطعة كذا، سيقا كذلك يطلعون منه قطعة سفيان، قطعة جمال، خالف كركوك، من هال يعني القطع الموجودة به هذه بس العراقيين يقدروا لها. حافظ خليل رحمة الله عليه نقدر نقول هو أوجد المدرسة الإقرائية البغدادية المعتمدة على النغم. هو البكر بالنسبة لوالدي، فلما أتى أصاب والدي نوع من الغم فرأى رؤيا صالحة، أتوا عليه ملك أو ملكان وقال له يا إسماعيل لا تحزن، سيأتيك ولد وعيونه كذا ملونة وهذا يكون لك فرح إلى صدرك. ولد أخي وشقيقي في سنة 920 بعد الألف من القرن الماضي في منطقة سوق حمادة بجانب الكرخ. فقد البصر لكن عوضه الله بالبصيرة والذكاء الحاد والحس المرهف. قيل أنه سبب فقدان البصر، قيل أنه امرأة عجوز أصابته بعين. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. حفظ القرآن الكريم كله وهو يعني عمره ما يتجاوز 12 سنة، وبدأ يعني يلتزم القراء أو المشايخ ويتعلم من عندهم. قال صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. ودا أبويا أكو محمد الملا ذويب إمام جامع السويدي، قال أقرأ ما تيسر من القرآن، قرأ أمامه، قال أنت خوش ملا تصير بس أخذ منك عليك عهد أن لا تقرأ سوى القرآن. حافظ خليل إسماعيل ما قرأ تواشيح نهائيا، اللي يسموه المواليد أو المنقبة النبوية أو التواشيح
الحافظ خليل إسماعيل لم يقرأ هذه المواليد نهائيا وتخصص في تلاوة القرآن فقط. جاسم سلامة يعتبر من مشايخه، وأما العلم فقرأ عند حج نجم الله يرحمه، والعلماء اللي كانوا موجودين قرأ عندهم الأحكام وشيء من الفقه وهكذا. إذا مات المسلم فقد أمرنا الدين بتغسيله وتطيبه وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه والدعاء إليه، وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وهي رحمة للميت وتكريم. دخل المدرسة الدينية العلمية الدينية في جامع نائل خاتون في بغداد التي كان يديرها العلامة الحاج نجم الدين الواعظ. وكان الحافظ خليل رحمه الله يتعلم ويعلم بتلك المدرسة، يأخذ دروس يومية من فضيلة الشيخ نجم الدين الواعظ الذي التزمه واحتضنه وكان معجبا به وبخلقه وذكائه وسيرته في عالم التلاوة. تخرج من المدرسة، دخل الإذاعة، قدم طلب إلى الإذاعة تسمى دار الإذاعة اللاسلكية على الهواء، لم يأتي تسجيل أو إلى آخره وتذاع بعدين بعد التسجيل، لا، رأسا على الهواء. كانت أول تلاوة له في دار الإذاعة آنذاك في 9/11/1941، وكانت من سورة المؤمن. فشهرة الحافظ خليل جت من خلال إذاعة، تلفزيون ماكو، وسائل إعلام أخرى ماكو، فضائيات ماكو. وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. في الأربعينيات وجه دعوة المرحوم الأستاذ الكبير نشأة السنوي، وكان آنذاك مديرا للأوقاف العام، كتب كتاب إلى دار الإذاعة مفاده يرجى حضور كل من يتلقب بلقب الحافظ لإجراء الامتحان له في ديوان الأوقاف لكي ينال أن يتلقب بلقب الحافظ، وهي تعني أن الرجل المتمكن في أصول القراءة تجويداً وإتقاناً وحفظاً. جميع المقرئين ذهبوا إلى الموعد المخصص والمكان المعين لإجراء الاختبار والامتحان، وكان رحمه الله هو والسيد حيدر الجوادي وهو من الموصل رحمه الله تعالى قد اجتازوا هذا الامتحان فقط ولقب بلقب الحافظ. زار الحافظ خليل إسماعيل بعض الدول العربية، التقى من خلالها بعلماء هذه البلدان وقراءها وشيوخها، فراح إلى الكويت وقرأ في مساجدها وفي بيوتات الوزراء، وقرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ في المسجد الأقصى في طريق رجوع من الحج، فريضة الحج في الستينات. الشيخ الشعشاع عندما زار العراق أعجب به وأطرب وأطلق عليه في تصريح موجود يعني وموثق، قال: إني لن أسمع ولن أعجب مثل ما أعجبت بالحافظ خليل. كان هذا نوعا من الانتشار الذي أدى بذيع صيت الحافظ خليل أوسع من الصيت المحلي الذي كان في العراق فقط. أيها الصلاة
أذانه الآن يتلى من إذاعة تلفزيون بغداد المغرب والعشاء. الأذان ماله أذن على عدة مقامات، هو أذن حجاز وأذن بيات، يعني ما التزم بمقام واحد في الأذان. القبنتي رحمة الله عليه يسميه بستاني قاعد يمه محاتي، سماه ببستان الأنغام العراقية. هذا الرجل هو البروفيسور بالمقام العراقي. في فاتحة ألزمت ورقة وقلم، والله قرأ 37 نغم، هي 58، 37 نغم في ساعة قرأ. اختط لنفسه خط جديد بالإبداع. هذا الخط يتمثل فيما يلي: أولاً أدخل مقامات جديدة وأنغام جديدة لم تكن موجودة سابقاً عند القراء القولة. مقام أو نغم الزنقران لم ينقرأ به أحد، مقام الحويزاوي مقام ريفي يقرأ في جنوب العراق، لم يستطع أحد أن يطوعه لآيات القرآن الكريم ويقرأ به بطريقة يعني مفعمة بالروحانية إلا عندما تسمعه من الحافظ خليل. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صوته ينفذ إلى الأسماع والقلوب والعقول كما قال عنه بعض المختصين. الحافظ خليل إسماعيل صوت يصعب على الناقد الفني أن يحلله بسبب ما فيه من عناصر كبيرة. الله نعطيه صوت عريض بطبقات عظيمة، بقرار، بوسط، بجواب، بجواب الجواب، طبقات عالية، جوابات عالية، مساحته الصوتية جدا كبيرة. يقرأ آيات طوال ولا يأخذ نفس ولا ينقطع نفسه ولا يتأثر ولا ينضغط عليه بالنفس، له نفس طويل. إتقان للمقامات العراقية والأنغام العراقية وهذا الصوت الجميل يعني دي يجيب لك المقام والنغم الجميل بصوت جميل، فأنت تخيل ماذا تكون النتيجة النهائية والمحصلة النهائية. وافاه الأجل وانتقل إلى الرفيق الأعلى في 5/7/2000 وشوع إلى مقبرة الحصوة في أبو غريب. تشيع حضرته أناس بأعداد هائلة، وكانت مسيرته في عالم التلاوة كلها حافلة بالثناء والعرفان لاختصاصه في تلاوة القرآن الكريم.